وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم فاضل من المغرب يسأل ويقول أنه رزق ببنت، أن سائلا سأله أنه رزق أحد أقربائه ببنية فأراد أن يسميها فاطمة الزهراء، فقالوا له لا تسمي بهذا الاسم لأن أول من تسمى بهذا هم الشيعة. نقول الكلام ده خطأ يا إخواني، لأن الذين أطلقوا لقب الزهراء على فاطمة رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام كثير من أهل العلم كابن حبان البستي، الخطيب البغدادي، ابن عبد البر صاحب جامع بني علم وفضل المتوفى سنة 63 و400، ابن الأثير الجزري أيضا، الإمام النووي يحيى بن شرف النواوي، الإمام الحافظ المزي، الإمام الذهبي المتوفى سنة 48، ابن كثير المكي الدمشقي صاحب ابن كثير القرش الدمشقي صاحب التفسير المتوفى سنة 74 أو 77، ابن حجر العسقلاني أيضا رحمه الله رحمة واسعة، وكثير من أهل الحديث ومن حفاظ الإسلام. فلا مانع من ذلك أصلا، لأن الزهراء تعني المرأة المشرقة، المرأة المشرقة الوجه البيضاء المستنيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تأتي البقرة وآل عمران كأنهما إيش، وتسمى الزهروان يعني المنيرتان، فلا حرج في هذه التسمية إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق والسداد، واللهم اجعلنا نافعة لوالديه ولأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وبما أن ولدت اليوم الأربعاء فإن عقيقتها تكون يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله عز وجل، تذبح عنها شاة ويتصدق ويجوز أن يحلق شعرها، وكره بعض أهل العلم لكن لا مانع للاستواء في ذلك بين الذكر والأنثى، ويوزن ويتصدق به ذهبا أو فضة، ويعق عنها في يوم السابعة اللي هو حيكون يوم الثلاثاء إن شاء الله عز وجل، ويصنع منه طعام ويتصدق منه ويدعى إليه الناس، ويبتعد عن البدع التي تكون من رش الملح أو عمل الأعمال البدعية. ومن أصح ما جاء في الدعاء للمولود اللهم اجعل نافعا لوالديه ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويتم تحنيك ويأخذ تمر يمضغ ويلين ويوضع على السبابة ويدلك به في لثتها. أما الأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى فالأول ضعيف والثاني موضوع كما قال أهل العلم، وإن فعل دون أن يظن أن عليه سنة فلا حرج كما قال بعض أهل العلم. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، أهل دعوانا الحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ محمد، يا مرحبا وأهلا. أما بالنسبة لهذا السحر الذي وجدوه في هذا القبر عند حفره، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء ويجزل لهم المثوبة والعطاء، وهم بفعلهم هذا فعلهم صحيح، أنهم يقرؤون الفاتحة عليه 7 مرات، ويقرؤون آية الكرسي، ويقرؤون قل هو الله أحد 3 مرات، الفلق 3 مرات، الناس 3 مرات، وهم يفكون هذه الأشياء. وأيضا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وغيرها. وهذا السحر مكتوب لهؤلاء الناس اللي هو علي وبكر ومحمد، أرادوا به عياذا بالله أن يكونوا صما وبكما وعميا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك هذا الذي كتب به السحر، هذه الورقة البيضاء توضع في ماء مقروء عليه ويتم حله، يعني يتم إذابته في هذا الوعاء الذي يكون فيه الماء، ثم تكب في مكان بعيد وتقطع هذه الورقة لكن لا تحرق، لأن هناك بعض الأسحار عياذا بالله
يكون نشاطها عند الحرق، لكن تقطع فقط بعدما يتم محوها في الماء ومع القراءة والرقية، إن شاء الله عز وجل يبطل السحر ويشفى هؤلاء ولا يؤثر هذا الفعل فيهم. وصدق النبي لما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: حد الساحر ضربه بالسيف، أو قال ضربة بالسيف. وقال ربنا عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، والسحر كفر. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. وكما صح من حديث المسعود وغيره: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن تنشروا، وبما أنك أنت في المسائل وكذا، تنشر هذا الكلام في السودان وغيرها: توحيد الله عز وجل، والتحذير من الشرك، والتحذير من السحر والسحرة والدجاجرة والمشعوذين، وهم منتشرون بكثرة في السودان، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا أنصحكم بكتاب التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فيه قسم كبير يتكلم عن السحر، ويتكلم عن الشعوذة، ويتكلم عن الدجل، ويتكلم عن كل هذه الأشياء وأنواعها. فقرأوه على جماعة المسجد، وانشروا هذا المقطع بين الناس ليحذروا. جزاكم الله خير، وكتب الله لكم الأجر. وتم تحريره صوتيا في ليلة الاثنين في مكة شرفها الله، لآخر ليلة من ليالي شهر الله المحرم الحرام الأصم لعام 41 و400 نبي عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.